يا مساء الخير على كل مشاهدينا، حلقة جديدة من برنامجكم من يجدها. من يجدها اللي دايما بنهتم بالأسرة المصرية، بنهتم بيكي وبأولادك وبصحتهم وبنهتم بكل ما يخص الأسرة المصرية، بنهتم بجيرانك، بعلاقتك بالعمل، بعلاقتك بحماتك وحماكي. الحقيقة في كل حلقة لازم يكون لنا إضافة بتكون مهمة جدا ليكي. مريان ازيك؟ ازيك يا ميرفت، عامله ايه؟ يعني زي ما قلت كده، انا عايزه الاول بس اسلم على مشاهدينا اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم من يجدها. وزي ما احنا معودينكم ان كل حلقه بيبقى لينا طابع جديد، بيبقى فيه حلقه حلوه، حلقه مميزه. احنا طبعا متعارف على البرنامج ان احنا على طول بنجيب عنايه بالبشره، ازاي نهتم بصحتنا، ازاي نهتم باولادنا. عشان كده كمان النهارده حلقه هتبقى مميزه جدا لكل اللي بيعاني من آلام، عنده مشاكل في البشرة، عنده مشاكل، عارفة انت، العظام والمشاكل الكتير اللي كلنا بنشتكي منها. النهاردة أكيد هتبقى حلقة مميزة. وطالما هنتكلم عن العناية بالجسم أو بالبشرة، يبقى لازم تكون منتجات آمنة جدا، منتجات تكون معمولة من مواد طبيعية، يعني ما يكونش فيها كيماويات كتير، لأن زي ما احنا عارفين ان البشرة دي لازم نعملها زي البيبي الصغير، يعني مش أي حاجة وأكتر كمان. فدايما بنكون حريصين ان احنا نقدم لكم منتجات طبيعية 100%، حتى لما بتكون فيها حاجة مسكنة، مثلا يكون كريم مسكن للألم، برضو بتكون حاجات آمنة للبشرة، تقدر السيدة الحامل تستخدمها، تقدر اللي عنده مشكلة في المعدة، عنده أي مشكلة صحية برضو يقدر يستخدمها. الفكرة كمان إن مش بتبقى حاجة كده وخلاص، يعني لا، دي بتراخيص، يعني هتبقى الحلقة النهاردة كمان منتجاتنا منتجات فيها تراخيص من وزارة الصحة، مترخصة تماما، فما فيهاش أي مشكلة زي ما أنت قلتي، يعني امنه للاطفال، امنه للشباب، امنه كمان للمراه الحامل. ده يمكن دي اكتر حاجه تثبت ان المنتجات امنه، لان اكتر حد لازم نهتم بيه او بنتعامل بحذر شديد هي المراه الحامل، ما ينفعش معاها اي حاجه في فتره الحمل كمان. ده حقيقي هيكون معانا في الفقره، عشان كده هيكون معانا دكتور هاني فوزي، استشاري امراض النساء والمستشار الطبي لشركه لوجاس فارما. ومعانا مين تاني؟ الحقيقة معانا كمان ضيف تاني، دكتور ماهر صدي، اخصائي مراقبة جودة وتركيبات بشركة لوجوس فارما. الحقيقة شركة من المعروف عنها ان هي بتقدم منتجات طبيعية يقدر اي حد زي ما قلنا يستخدمها. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نبتدي معاكم حلقتنا. وقبل الفاصل خليني برضو ارحب باستاذة حنان بشرة من خدام الترجمة بلغة الاشارة، وبعد الفاصل نرجع لكم نبتدي حلقتنا. اتفضل. اهلا بيكم مره تانية مشاهدينا، ورجعنا لكم بعد الفاصل. وزي ما كنا بنتكلم كده في المقدمه، كل حد فينا بيدور على منتجات امنه، منتجات مرخصه من وزاره الصحه، منتجات كمان تريحنا على طول، انا مش لسه هاخد كورس كامل واقعد شهرين ثلاثه عقبال ما اشوف النتيجه ايه. عشان كده احنا النهارده جايبين معانا منتجات امنه، واللي هيكلمنا عنها اكتر ضيوفنا اللي منورينا النهارده، دكتور هاني فوزي، استشاري امراض النساء والمستشار الطبي لشركه لوجاس فارما. وكمان هيكون معانا دكتور ماهر صدقي، اخصائي مراقبه جوده وتركيبات بشركه لوجاس فارما. اهلا بحضراتكم. اهلا بيك يا دكتور ماهر. اهلا بيك يا دكتور اي قصه نجاح الحقيقه بيكون ليها حكايه. فطبعا شركه لوجاس فارما في الاونه الاخيره يعني ابتدت تثبت نفسها في السوق، بالرغم من في منتجات كتيره جدا جدا، في منها المصري وفي منها المستورد وفي اسماء كبيره قوي، لكن لقينا ان شركه لوجوس فارما ابتدت يعني يبقى لها مكان في النص. فخلينا قبل ما نتكلم عن اي منتجات نعرف قصه النجاح ابتدت ازاي مع لوجوس فارما.
يعني عارف حضرتك قصة نجاح أو بداية الدنيا ابتدت ازاي؟ يعني زي ما قال لك كده إن كل أمر تحت سماء وقت صح. وربنا بيدبر حاجات أنت مش يعني مرتباها أو مش في مخك. هي جت الفكرة ازاي؟ أنا كان عندي زوجة أحد اللي هم أصحاب الشركة الحاليين بتتابع معايا، هي مشيتها كانت والدة في الولادة الثانية ابتدت تحصل لها ستريتش مارك وبتستخدم منتجات فمش المنتجات دي بالنسبه لها ما جابتش معاها فايده مش فعاله قوي. هي سيده راقيه ليدي فبالنسبه لها كان منظر بطنها او منظر كان عندها مشكله في القصه دي. في ستات بتتخض او ايه ده ايه اللي بيحصل لي، كان بالنسبه لها مشكله اكتر منها مشكله طبيعيه، مشكله حاسه انها هي عامله لها مشكله جماليه في المقام الاول. تمام. فزوجها دكتور وصديق، ف يعني كان الفكره كانت مضايقه قوي ونعمل ايه، استخدمت حاجات كتير وحاجات اسماء وحاجات، فما كانش المفعول اللي هو خلاها تبقى راضيه عن النتيجه بتاعته. يعني نقدر نقول ان الحاجه ام الاختراع بالظبط. تمام. او هو تدبير بس ربنا، بس اكيد الدكتور ده كان بيحب مراته قوي. تدبير ربنا كده فكر حاجه مخصوص فيها. تدبير ربنا ان يبقى في منتج ويبقى في شركه اتبنت على يعني انا بطبيعتي بحب اقرا، احب لما عندي حاجه معينه اشوف ابديتنج وصلت فيه، فابتديت اشوف ايه اللي ممكن ناخده ويعمل الموضوع ده. فعملت 5-6 مكونات كده، اتصلت باحد الزملاء كده عنده مصنع، فقلت له يا دكتور فلان احنا عايزين تعمل لنا لتر من الموضوع ده، هل ينفع؟ فقال لي اوكي. المهم الراجل ظبطها، الدكتور راح المنصوره جابهم من المنصوره ورجع، استخدمت الكميه اللي كنا عاملينها، فابتدت لقيت الدنيا احسن. ده من كام سنه الكلام ده يا دكتور؟ الكلام ده من حوالي 2 سنين. يعني شركه لوجوس فارما بقالها سنتين يعني يعني تاني سنه بديها. بس طبعا كان الفكره كانت من حوالي سنه بالتقريب، من 2 سنين ابتدت تعجبها، فابتدى طب عايزه تاني، فكلمنا الصديق اللي عنده المصنع ده تاني، فعملنا كمية تانية. اتصل بيها بقى الصديق بتاع المصنع ده، لما عمل كمية هو خد جزء ويجربه على أصحابه أو معارفه، فابتدى يكلمني ويقول لي البتاع ده جايب مفعول كويس، احنا ليه ما نحاولش ان احنا نرخصه ويبقى رسمي وناخد منه ترخيص وزارة الصحة. فابتدينا نبتدي مش المكونات بس اللي احنا كنا بنعملها، ابتدينا بقى نبص البراندات اللي بره اللي فيها اللي بتعمل نفس الموضوع ده فيها ايه. ابتدينا نجيب حاجات، عشان كده حتى المنتج بتاعنا اللي هو التيشوري اللي هو بتاع الستريتش مارك ده، في مكونات تقريبا ممكن ما يكونش في شركات في مصر عملتها. يعني احنا اول شركه تقريبا تنزل هيالورونيك اسيد في حاجه سيرتش مارك. الهيالورونيك اسيد ده زي ما حضرتك عارفه اللي هو بتاع الفيلرز اللي بيستخدموه في الفيلرز، فدي كانت. فابتدينا نشوف ايه البراندات، وابتدينا نقعد مع ناس كيميائيين مسؤولين عن الموضوع ده بحيث نشوف النسب المظبوطه. ابتدينا نعمل فورمولا بعد ما 5-6 احنا دخلنا في عدد كبير. فاتني الاول ان انا اقول لصاحب المصنع ده انا عايزك تعمل الحاجه دي عشان الست اللي تستخدمها دي عايزه حاجه ريحتها حلوه ما تاخدهاش تبقى متضايقه فابتدينا نشوف البراندات، وابتدينا نشوف التركيبات، وابتدينا في ناس طبعا مسؤوله بقى ابتدت تعمل الموضوع ده. اسسنا الشركه. مش الريحه بس يا دكتور اللي بتفرق مع السيدات، الملمس الدهني ده بيضايقنا جدا. الريحه الملمس يعني كل ما نستخدم طبعا الملمس الدهني ده لما ابتدينا نعمل، احنا كان في شويه دراسات شويه عملناها، فابتدينا نعمل حاجه اسمها المايكرو تكنولوجي اللي هتعمل الجزيئات بطريقه معينه بحيث تبقى سريعه الامتصاص في الجلد، ما تسيبش اثر على الجلد. لما تستخدمها السيده قبل ما تنام مثلا بالليل، لا هي مش حاسه بانها عامله لها طبقه الكريم الدهنيه اللي هي موجوده. صحيح. مش مضايقاها ريحتها. ابتدينا نعمل فورمولا مع ناس متخصصين الاول، فابتدينا عشان نعمل فورمولا وناخد ترخيص وزاره الصحه كان لازم يبقى في شركه. اكيد. فابتدينا ناسس الشركه، فابتدينا نختار الاسماء، فابتدينا نختار كذا اسم، وكان اختياراتنا لازم يكون اسم ليه معنى واسم ليه دليل. فكان في كذا اسم منهم لوجوس، كان في اختيار اللي قبل لوجوس كنا اخترنا اغابي، بس اغابي طلع ان هو تقريبا كان في شركه او هم ما وافقوش في هيئه الاستثمار على الاسم.
تقريبا هما في اسامي معينه اللي زي ممكن تنفع اسامي ناس معينه ما بيغلى اغابي. المهم وصلنا كانت لوجوس، فقلنا احنا عايزين نعمل شركه لوجوس، شركه بمعنى الكلمه. صحيح. شركه معناها الكلمه، وهي تبقى شركه بمعنى الكلمه، لما تنزل حاجه حاجه محترمه تبقى حاجه بمعنى فيها. بمعنى الكلمه. طيب يعني استكمالا كمان لكلام حضرتك، خليني اروح لدكتور ماهر. اي حد بيدور على اي منتج لازم يبقى امن، لازم يبقى مترخص من وزاره الصحه عشان اقدر استعمله، كمان هستعمله على بشرتي يعني حاجه هتضرني اكيد، فانا لازم استعمل حاجه مامنه من وزاره الصحه. عايزين نتكلم كمان عن الوقت بقى والمجهود وفكره انك تطلعوا تراخيص وتحصلوا على تراخيص دي. بص حضرتك، هو في الاول هدف الشركه ان احنا نعمل حاجه امنه 100%. اكيد. فطبعا احنا عشان نعمل حاجه امنه في 100% لازم تكون كلها مكونات طبيعيه. فاحنا طبعا خدنا مجهود كبير جدا اكتر من سنتين في الحوار ده. لقينا كل المكونات الطبيعيه موجوده في براندات عالميه. فبدينا ناخد البراندات العالميه ونطبقها على المنتج بتاعنا. كله منتجات طبيعيه. كله منتجات طبيعيه. وكان هدف الشركه ان يكون امن على الحوامل والمرضعات. لان ده هدف الشركه الاساسي، مش ان احنا نعمل مثلا منتج وخلاص كده او براند وخلاص، لا احنا عايزين حاجه تكون امنه. تمام؟ فلما نيجي نمسك نلاقي مكونات البراندات العالميه هتلاقي بتكون مثلا في حاجه زي الكولاجين. الكولاجين طبعا هو المسؤول الاول لجمال البشره. صحيح. وشد التجاعيد. الكولاجين طبعا ليه اهداف تاني، يعني مثلا لما بيقل الكولاجين بيحصل اضطرابات بشكل كبير. فطبعا الكولاجين بيقل في مهم في المفاصل كمان، في الركبه، في كل يعني اجزاء الجسم الكولاجين ده حاجه مهمه جدا، لان الكولاجين ده عباره عن بروتين موجود في الجسم. صحيح. موجود في الاوعيه الدمويه، موجود في الانسجه الضامه، موجوده في المفاصل، موجوده في الغضاريف. فطبعا هي الناس كلها تعرف ايه هو الكولاجين، يعني الناس تسمع عنه، لكن عشان تعرفه محدش يعرفه. هم كل الناس عارفين الكولاجين موجود في البشره، وده حضرتك بيمثل 70% من على سطح الجلد. الكولاجين بيقل او بيتلف عن طريق ما تقدم العمر. لان لما بيحصل تقدم العمر بيحصل فيه تمدد في الجلد. صحيح. فبيدي اختراق للنسيج الدهني عشان ينمو مع فترات طويله، فبيحدث تلف الكولاجين. ممكن الكولاجين او يحصل ترهلات بعد كده للست بعد الولاده نتيجه كذا حاجه. برضو اثناء الحمل بيحصل ان في بيحصل فيه تمدد في الجلد اللي على البطن نتيجه نمو جنين. وبيحصل فيه تمدد برضه في منطقه الخصر او ضعف العضلات نتيجه ضغط الجنين عليها. صحيح. صحيح. وبعد الولاده حضرتك بيحصل ايه؟ ان المنطقه دي كلها بيحصل فيها ترهلات بشكل كبير. نتيجه خلو المنطقه اللي كان فيها الطفل. فكنا لازم نعمل حاجه بديل لقله الكولاجين. فعملنا النسب المتناسبه في كريم تشوري عشان نقدر نعوض نسبه الكولاجين اللي بتنقص سواء في تقدم العمر او في بعد الولاده او اثناء الحمل. تمام. في حاجة تاني في المنتج بتاعنا، حاجة اسمها الكافيين. الكافيين طبعا انت عارفينه بيكون موجود فين؟ طبعا بيكون طبعا موجود في القهوة. في القهوة. في القهوة أو في الشاي الأخضر. طبعا الكافيين زمان كان في وصفة شعبية كنا بنعملها زمان، لما تلاقي حد يجيب القهوة يسخنها شوية ويحطها على المنطقة بتاعة البطن عشان يشد. فاحنا خدنا الجزئية. ولحد دلوقتي في ماسكات للوجه ونفس القهوة كتير قوي بتحب تستخدم الكافيين. والكافيين كمان لحد دلوقتي بيستخدم، بيجيبوا يعملوا ماسكات من الكافيين او يعملوا معجون معين ضيع السيلولات. في ناس بتستخدمه ومفعوله كويس، فهم هياخدوه في منتج بطريقه طبيه بطريقه سليمه. تبعد عن موضوع طبعا انت هتحط قهوه مكان في وقت زي الشتاء دلوقتي لازم تقوم تاخد شاور بالظبط، هتسيب اللون نفسه يسيب لون، لكن كريم تشوري مثلا بنفس لون البشره ما بيسيبش الوان على الجلد. وان الكافيين كمان بيعمل على تحفيز الكولاجين، يبني الشوك الداخليه في الجسم. طبعا لما يكون في شقه جوه الجسم طبعا فلازم الكافيين يعني يبني كمان. لا انا عايزه اقف عند الحته دي حته مهمه قوي. يبني الشوك اللي جوه الجسم، يعني نفسها. مش مجرد اللي بره بس، اللي هو السبيتش ماركس اللي احنا شايفينها، وبيعمل على ثبات الدهون بشكل مباشر كمان. طبعا يعني بيخسس، ده حاجه حلوه قوي لان بيعمل على شد الدهون. يا مريم كل السيدات هتفرح بيه. الكافيين بيتعمل، والجرين كوفي بيتعمل دلوقتي حبوب عشان تحرق الدهون، تخسيس. هو الكافيين الموضعي يساعد في حرق الدهون، اللي موجوده الكافيين يساعد في حرق الدهون ويمنع تخزين الدهون، يعني الخليه الدهنيه يمنع الخليه الدهنيه انها تخزن دهون ويحفز الكولاجين ان هو يتكون. ازاي بقى الحته دي؟ يعني ايه يمنع تخزين الدهون؟ احنا لما حضرتك بتاكل سكريات ماشي، بتخش الجسم بتحول لايه؟ دهون. بتحول لدهون.
هو بيخلي الخليه تمنع انها تمتص دهون تانية فتترسب فتبقى الخليه الدهنيه يعني تكبر اكتر، يمنع ان الخليه تكبر الدهون، وبيعمل حرق الدهون طبعا. لان احنا فتره معينه من بدايه السن خلايا الدهنية بتزيد في العدد، لكن بعد سن معين اسرار جديدة ومعلومة جديدة. برضو في حاجة تمام في التشوري، الحمض الهيالورونيك أسيد ده نادرا لو هو يكون موجود. صحيح. الحمض الهيالورونيك أسيد طبعا انت زي ما عارفين، زي ما كنا عارفينه موجود في الأنسجة الضمة أو موجود في السائل الزلالي اللي بين المفاصل. ده عشان حضرتك بيعمل إيه؟ بيخلي فيه مرونة للأنسجة نفسها والليونة. كمان حمض الهيالورونيك اسيد بيستخدم، لا الهيالورونيك اسيد ده مهم قوي، بس بعد ما مريان تاخد تليفون. الو معانا اتصال تليفوني. الو الو مساء الخير، اتفضلي بسؤالك. مساء النور، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله، اتفضلي بسؤال حضرتك. لا هو الصراحه انا كنت عايزه اشكر الدكتور على الكريم بصراحه، يعني لقيته نتائجه حلوه جدا معايا، لاني انا ست اصلا يعني كان عندي حضرتك اول مره خالص مشاكلي بدات بالسوليت والستريتش ماركس اللي في الحمل. يعني انا كنت حايل استخدمت تيشوري. تيشوري يا فندم، النتائج بصراحه لقيتها فعاله جدا معايا، ان انا اصلا في الحمل الاولاني بعد الولاده حصل لي ستريتش ماركس وسوليري، جربت كريمات كتير جدا ما لقيتش حاجه بتجيب معايا اي نتائج خالص. تمام، استخدمتيه بعد الحمل ولا اثناء الحمل؟ لا حضرتك، هو الحاجات الاولانيه استخدمتها بعد الولاده مباشره، بعد الولاده الحمل الاولاني. استاذه نور، حسيتي بالفرق بعد قد ايه؟ انا لما استخدمت حضرتك حسيت الفرق بعد شهر متتالي. حلو. يعني دي مهمه قوي الجيزه، يعني كامل اربع ادوات. استاذه نوى معانا؟ لسه معانا. انا معاكي. حضرتك حسيتي التحسن بنسبه كام في الميه بعد الشهر الاولاني؟ بصراحه بنسبه 50%، يعني كان لحس ان يعني بشكل ملحوظ كان بنسبه 50% ان انا استخدمته شهر متتالي. تمام. غير كمان ان انا يعني لاحظت كمان ان هو غير الكريمات الثانيه مش بيعمل اي طبقه دهنيه على الجلد، لقيت الجلد عندي بيمتص بسرعه ملمسه وريحه. ريحته اخبارها ايه معاك يا استاذه نهى؟ لا استنى بقى، قبل الريحه شهر متتالي صبح وبالليل ولا مره واحده ولا ايه؟ لا كنت بستخدمه الصبح وبالليل بصراحه، يعني قعدت شهر كامل متتالي استخدمه الصبح وبالليل، لا لاحظت ان في فرق معايا بشكل ملحوظ، يعني بنسبه 50%. طيب الريحه نستخدم كمان على فكره ان ده الحمل الثاني ليا، فبستخدم كمان ان انا عرفت ان هو شهر فعلا هيجيب معاك 50%. الشهر الثاني ان شاء الله هنوصل فوق 70%، ودي هتبقى نتيجه مرضيه جدا لو قارناها بالنسبه للفيلرز وعمليات التجميل والحاجات الغاليه جدا، واللي اضطر اروح عند دكتور واقعد واستنى وبدفع فيه مبالغ كبيره، هنلاقي ان النسب مش هتزيد عن نسب. انا مش هسال على السعر، بس هسال استاذه نهى ايه رايك، سعره مهاود وكويس ولا لا؟ لا سعره جميل جدا بصراحه، يعني منتج جميل جدا، يعني انا اصلا مجرد ما شفت الاعلان يعني جربت حاجات كتير، لا الفضول خدني ان انا لازم اجرب المنتج نفسه واشوف. تمام. استاذه نهى فعلا لما جربته لا لاحظت ان حاجه كويسه جدا وعملت معايا النتيجه بتاعتي. هنصحك ان شاء الله بعد ما تخلص الشهر الثاني وهتلاقي النتيجه بقت افضل، هنستخدم مره واحده يوميا بالليل كده لغايه حضرتك حامل ولا ولدتي؟ ده كده الحمل الثاني. الحمل الثاني يعني حضرتك استعملته لفتره الحمل دلوقتي وانا كوقايه، يعني بعد ما نخلص الشهر الثاني مره واحده بالليل كنوع كوقايه. الوقايه دي مش هتخلي يظهر اي سيرتش مارك ثاني ان شاء الله، وهتحسن معاكي وهتلاقي نتيجه افضل. بس في نصيحه ما جاوبتش على الريحه. لازم تشربي ميه كتير. طب هو كده يا دكتور انا حضرتك يعني استخدمه كده قد ايه بالظبط عشان يعني اعرف اقضي على كل السلوليت والستريتش ماركس؟ يعني انا كده جاب معايا نتيجه بنسبه 50% مع اول ابو ان انا استخدمته شهر كامل. كمان شهر هتبقى فوق 70% ان شاء الله. فوق 70%، وده يعني فوق 70% ده حتى عمليات تجميل ما بيجيبش اكتر من كده عشان تبقى عارف. يعني حتى عمليات الفيلر والباتوكس وكل الحاجات والليزر اللي بيستخدم وبيستخدموا الابر، ولازم يبقى ليه مواد مخدره يعني حقن مخدره عشان يستحملوا ابره الليزر اللي تخش تحت الجلد وتكسر دول، ده كله ده برده مفعوله. ما لما سالنا اساتذه التجميل ما بيجيبش برده اكتر من 70%. نوعها مش هنسيبها من غير ما نسالها. الريحه ان هو كمان مجرد يعني مش بلاقيته مش بيعمل، يعني مجرد ما بحط الكريم اصلا مش بلاقيه بيعمل طبقه دهنيه، سريع الامتصاص كويس ريحته كويسه. يعني غير الكريمات الثانيه اللي استخدمتها لا فعلا بيعمل لون على الجلد. يا نهى نعم، عايزين نقول للمشاهدين بيعمل لون على الجلد؟ بيعمل لون على الجلد؟ لا 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 خالص، لا يعني مفيش لون خالص على الجلد، يعني هو حتى تقريبا لونه لون الجلد نفسه، لقيت يعني مجرد ما بحط لقيته الجلد عندي بيمتص سريعا، وكان يعني مش ملاقي. يعني احسن حاجه عجبتني فيه كمان مفيش طبقه دهنيه ان انا بتعمل عندي على الجلد خالص، لقيته كويس معايا.
وحاجه امنه عنه حاجه امنه يا استاذه ان هو ان هي تبقى مترخصه من وزاره الصحه يعني الواحد يستعملها. طب الموضوع اللي خلاني ان انا كمان اجربه وانا يعني ما فيش استخدمه ولا حامل تاني مش حاجه تمام. شكرا ليكي شكرا ليكي يا استاذه نهى شكرا على اتصالك. الهيرونك اسيد مش ناسي. لا لا طبعا. طبعا هو بيقدر يحافظ على البشره وجلد من جفاف. اوكي. وفي نفس الوقت بيستخدم بدل فيلر بل معه ده حن فيلر بقى واتنين في مشاكل في الحقن فطبعا الهيرونك اسيد ده بيريحني كتير جدا. يعني بيعمل على امتلاء البشره. امتلاء البشره. صح؟ تمام. طالما بديل للفيلر تبقى امتلاء البشره. وبالنسبه للاستاذه نهى اللي كانت متصله دلوقتي بتقول لك هو مش بيدي لون. اولا احنا في حاجه اسمها خلاصه الجنسن. خلاصه الجنسن دي هو عباره عن اعشاب بس ذات الصفه الطبيه المميزه. استاذنا دكتور ماهر قبل ما نسيب الهيالورونيك اسيد تمسكنا حضرتك سؤال. طب الهيالورونيك اسيد ده الجسم بيمتصه زي الفيلر ولا لا؟ عشان يجيب مفعول زي الفيلر ولا ما يجيبش مفعول زي الفيلر؟ الهيالورونيك اسيد فيه منه نوعين من الجزيئات. جزيئات جزيئات كبيره جزيئات ودي ما بتبقى سطحيه وما تخترقش الجلد. اللي في الديشوري جزيئات صغيره مايكرو اللي بيقولوا انها مغارات صغيره اللي هي نفس اللي بتستخدم في الفيلر لان هو في نوعين منه. ما هي دي بقى موجوده في التيشوري نفس المكون الهيالورونيك اسيد اللي موجود في الفيلرز هو نفسه اللي في التيشوري بحيث ان هو يخترق الجلد ويعمل زي الفيلر بالظبط. يعني احنا في الاول حضرتك لقينا الجزيئات الكبيره عملنا دراسه ثاني قعدنا فتره كبيره جدا عشان نوصل للجزيئات الصغيره عشان الجلد يمتصها. تمام. وبالنسبه للاستاذ نهى كانت بتتكلم بقى بتقول لك ان دي بياخد لون الجلد. اولا في حاجه اسمها خلاصه الجنسنج. الجينسنج ده عباره عن ايه؟ عباره عن اعشاب بس ذات الصفه الطبيه المميزه. دي بتعمل على تحويل الخلايا الدهنيه الى طاقه. اوكي. وفي نفس الوقت حضرتك هي اللي بتدي تقدر تدي لون 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 الكريم لون البشره. بس هي بتحول الخلايا الدهنيه لطاقه. تمام. يعني معنى كده بتشيل كل الخلايا الخلايا الدهنيه. الدهنيه. تمام. اه. وفي نفس الوقت بتدينا لون الجلد. فمعلش في الكلمه اي حد هتلاقي لون جلد مثلا تلاقيه اول ما يحط كريم تشور هيواخد ما حدش هيحس ان هو واخد طبقه على حاجه او حاطط كريم. ده بالنسبه للوجه. بالنسبه للوجه او لكن بالنسبه لو على البطن خلاص لا ما حدش هيشوف طبعا على البطن. لا هو يعني تشور احنا لازم برضو الناس تعرف احنا بنتكلم في السيتش مارك في السيلوليت في الترهلات يعني مش اساسي للوجه. اوكي شايف بقى احنا خلي يعني خلينا في حاجه معينه عشان الدنيا مفيش عامل حمايه من الشمس فيه او حاجه. لا هو بيمتص بسرعه يعني اقل من دقيقه حضرتك. لا بيحمي من الشمس ولا ممكن هو في الشمس هو في منتجات بتعمل في منتجات بتعمل حاجات كتير لكن انا مش عايز ايه يعني لكن في منتجات هتبقى متخصصه في نقطه معينه هتبقى افضل لكن انا اصل سيلوليت الترهلات ولا السيتش مارك السيلوليت بس انا عايز يعني اضيف اللي عايز استخدمه للسيلوليت فيه مشكله. السيلوليت الدهون بتبقى دهون متراكمه وما بين الدهون في طبقات الياف بين الدهون فبتبقى السيلوليت ده الجلد واخد شكل ترهلات. ليه؟ لان عامل زي القوالب الطوب يعني الدهون وما بينها الاسمنت اللي ما بين القالب ده الياف لازم الالياف دي تتكسر عشان السيلوليت ده ينتهي. فاللي عندها سيلوليت ممكن تستخدمه بنفس الطريقه اللي كانت بتستخدمها الاستاذه نهى او في نصيحه ثانيه ان هي تعمل مرتين في الاسبوع بكريم تشوري المناطق اللي هي بتستخدمها تدليك لمده 10 دقائق. التدليك ده بيوصل الكريم للمناطق اللي فيها الفايبرز تدوب الفايبرز اللي بين الكريم وتكسر الدهون. وبعد ما بتستخدم كده نجيب الاسترتش ونلف تحاول تلف كده وتستنى نص ساعه. ايه ده؟ يعني هي تعمل الاسترتش يعني احنا هنعمل تدليك للمنطقه سواء مثلا الافخاد منطقه البطن بتعمل تدليك 10 دقائق بكريم تشوري وتلف بالاسترتش تخلي الحراره بتاعتها مش حر فنقدر نعمل بالظبط. وبعد كده ممكن تاخد شاور او ما تاخدش شاور هو يعني الجسم بيمتصه لو عملنا ده السيلوليت لو ما عايزين نجيبوا نتيجه كويسه في السيلوليت حتى وتستخدمه يومي انا عايزه مرتين في الاسبوع تستخدم الطريقه اللي بقولها عليها دي هتشوف نتائج مذهله ان شاء الله. طب حضرتك كنت بتغير الكورس الاستاذه نهى في التليفون يعني هي قالت لحضرتك انا ابتديت باخد مرتين في اليوم وبعد كده حضرتك قلت هتفرق ان انا ابتدي بمرتين مثلا في الاسبوع او مرتين في اليوم لحد ما اوصل للنتيجه الفعاله بتاعتي. انا بستخدم علاج ولا وقايه؟ وقايه هي مره واحده في اليوم بالليل قبل ما تنام دي كفايه قوي. لو وقايه يعني واحده لسه حامل فهي مش عايزه يظهر لها الستريتش مارك فهتستخدمه مره واحده بالليل كل ليله بالليل قبل ما تنام بتستخدم مره واحده. طيب لا انا ابتدى يظهر الستريتش مارك لا هستخدم مرتين شهر لو هي متوسطه شهرين لو هي الستريتش مارك عندها بطريقه كتيره انا وصلت للنتيجه المرضيه بتاعتي ببتدي بقى استخدم كوقايه مره واحده في
لكن لازم العادات الغذائيه برضو احنا لازم نتكلم ان هي تستخدم الحاجات دي، لازم برضو عاداتها الغذائيه تختلف، يعني اكلي شربي الرياضه الكلام ده كله بيفرق. ما انا لو رايحه، لو انت رايحه تعملي دايت ومش ماشي على وبتاكلي سكريات وحلويات وتشربي صودا ما عملناش حاجه. لا انا عايز الجسم يبقى دايما فيه ميه عشان يبقى فيه نضاره في الجسم، فلازم تشرب يعني كميه ميه. مع تيشوري نشرب ميه كتير، نشرب ميه تاكل خضروات طبعا، ممارسه الرياضه لو تقدر تمارس رياضه يبقى كويس قوي. صحيح زي السهر طبعا، ونبعد بقى عن الدهنيات والحلويات والصودا والمنبهات. انا بس عايزه يعني ااكد على فكره، انتوا لما نزلتوا السوق بالتاكيد في اسماء رنانه، وفي ناس الحقيقه في ستات كتير عندهم عقده الخواجه. تمام. في ناس تقول لك لا تبص اول حاجه ده ميدن ايه، لا ميدن ايجيبت انا ما مش هثق فيه. ازاي قدرتوا تثبتوا اسمكم في وسط البراندات الفظيعه اللي موجوده في السوق؟ ما هو حضرتك التركيبه بتاعه تشيرو كلها موجوده في البراندات العالميه دي نفسها، فاحنا خدنا كل المكونات دي وعملناها في كلمه تشوري، مع اختلاف طبعا ان احنا قدرنا يعني السعر طبعا خليناه في متناول ايد الجميع. يعني احنا عشان نجيب براند عالمي هنلاقي سعره غالي جدا، فلا احنا قدرنا نحقق ايه المعادله زي ما بيقولوا، تمام، ان احنا ننزله في السوق المصري والسوق المحلي بسعر كويس. وكمان يعني لو مسكنا اي براند عالمي هنلاقي كل فيه المكونات بتاعتنا دي. يعني برده في ميزه كمان في تشوري، ان في حاجه اسمها زيت الافوكادو. زيت الافوكادو ده حضرتك بيعمل على تحفيز وتحسين الكولاجين، لان زيت الافوكادو فيه حاجه اسمها الاوميجا 3 ده برده موجود في البراندات موجود في البراندات العالميه، وبيحافظ على الكولاجين برده من التلف. وفي مستخلص زيت الصبار ده بيقدر يشيل الخطوط الرفيعه والدقيقه اللي في الجسم نفسه، لان بيحتوي على نسبه عاليه من الفيتامين فيتامين اي ونسبه عاليه من البوتاسيوم. الصبار بيبقى مرطب رهيب للبشره عامه، فهو طبعا يشيل اي خطوط. ده هو حضرتك كان في كمان شيا بطر عارفين عارفين ميزه شيا بطر على الجلد، ده دي الموضه دلوقتي في شيا بطر سواء للجلد او للبشره او للشعر. شيا بطر لان شيا بطر فيها الثلاث انواع فيتامينات اف واي واي، كل واحد ليه مفعول رهيب على الجلد وعلى البشره. في مكون وده بيسموه المكون السحري في تيشوري، في ماده اسمها ريتينول، ومعروفة كل الكيميائيين عارفين ان هي اسمها المادة السحرية او المفعول السحري. الريتينول ده اول ما بيلمس الجلد يعني سبحان الله بيتحول من الريتينول لحاجة اسمها الريتينويك اسيد. هو اول ما يلمس الجلد كده يتفاعل مع الجلد الريتينول دي مادة غير فعالة. الريتينويك اسيد دي المادة الفعالة بتاعت فيتامين اي. الريتينول ده موجود فيتامين اي، بيتحول المادة دي يعمل ايه؟ دي المادة دي بتملى الخطوط الرفيعة والتشققات اللي بين الجلد وتخش وتملى. لو حضرتك عمل سيرش عن الريتينول او الريتينويك اسيد، في ناس عندها اعتقاد ان الستيتش مارك ده المفعول الاول والوحيد والاخطر للجلد هو الريتينول. عشان كده حتى الكريمات بتاعت حب الشباب هتلاقي الريتينول او الريتينويك اسيد ده بيقشر البشره يملى، لان حبوب الشباب لو ممكن تسيب مكانها لا ده بيملى الجلد ما يخليش يبقى ليه يسيب حفر ويسيب اثار. فهو الريتينول ده معروف ان هو اسمه كده بين كيميائيين ده الماده السحريه او المفعول المفعول السحري. طيب وكان في وصفات شعبيه عموما في مستخلص زيت الصبار، ان كان اي حد يروح للصيدلي يجيب مستخلص زيت الصبار مع زيت اللوز الحلو ويخلطهم على بعضهم وابتدى يحطها على المنطقه عشان يحصل فيها شد للبطن بشكل مباشر. طيب دكتور ماهر خليني اروح لحضرتك كده اكتر كمراقب جوده وتركيبات. يمكن في ناس كتير جدا ما تعرفش اهميه قسم زي ده او ان يبقى فيه موجود حاجه زي كده في الشركات، عايزين نتكلم عنها اكتر. بص حضرتك احنا تبع الايزو لازم اهم حاجه الرقابه، والرقابه بس يعني الرقابه على كل حاجه مش على المنتج بس. يعني احنا اول حاجه بنراقب على المنتج ومراقب اثناء التصنيع وفي مرحله تجميع المنتج، وفي نفس الوقت كده ان احنا بنعمل تفتيش باستمرار على المنتج نفسه بحيث لو في حاجه مش مطابقه تمام دي طبعا بنشيلها. في حاجه معلش بالكلمه تكتشفها ازاي يا دكتور؟ ما احنا بنبص حضرتك بعد ما الباتشيه بتخلص او بتطلع بناخد عينه عشوائيه بنحللها في اكبر معامل موجوده عشان نشوف هل هي مطابقه ولا لا. لو مش في حاله مش مطابقه بنبتدي ترجع للمصنع تاني، يا اما المصنع بيشيلها يا اما بتتعدم او بتحرق. تمام. لان احنا يهمنا اصلا التركيبه،
المكون النسب، لان طبعا احنا بنتعامل مع حد حامل بيرضع، فدي حاجات مهمه جدا. اخطر فئه أخطر يعني اخطر فئه ممكن نتعرض لها في الاخر كده. دكتورنا لازم ناخد عينه عشوائيه من وسط بس لو عينه بقى واحده طلعت غير مطابقه هتاخدوا بقى لا ما المصنع احنا اتفاق مع المصنع اللي بيصنع عملت وخلاص احنا ماشيين حاضرين. لا ما دي مش دي مش مشكله مش مشكله مع المصنع. احنا بنتفق مع المصنع، احنا بنعمل بجودة معينة بتركيبات معينة بنسب معينة بنفس الترخيص اللي طالع من وزارة الصحة بنفس الكمية دي. المعمل المعمل ده بياخد مبلغ كبير عشان خاطر يحل ويطلعها هنا بالنسب والمكونات. المشكلة بقى هنرجع لو اوكي احنا بناخدها من المصنع وهو بياخد حساب، لا مش اوكي بيرجع ما ناخدهاش منه غير لما يطلعها بدرجة الجودة ودرجة الكفاءة بتاعت طبعا. وفي نفس الوقت مش كل احنا كل باتشاي بنعمل كده بتشاي يعني البتشاي يعني اللي هو يعني الكمية لا 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 كل البتشاي يعني هي كمية من المصنع يعني مثلا احنا بنعمل مثلا 10,000 علبة ده طلعت بناخد منها عينة عشوائية ما بعتمدش على العينة القديمة كلهم بيبقى التركيب يعني الألف دول مثلا سي طبعا دول بيتعملوا مثلا تركيبة واحدة فأي واحدة منهم هتبقى نفس تركيب الباقي يعني الواحد يبقى مطمن 100% مفيش حاجة خلاص لأن هي شركة لوجز يعني شعارها صحتكم أمانة همنا في اي وقت وفي اي مكان اكيد طبعا ده شعار شركه لوجز يعني فطبعا احنا ممكن احنا مش الهدف الربح ما هي لوجو الشركه بمعنى الكلمه لا انا بتكلم على الشعار الشعار انا بتكلم على الشعار اللي هو احنا بتاع طبعا بدايه القصه مع الحوامل فاحنا كان فاحنا يعني حتى كل منتجات ان شاء الله وفي منتجات طبعا هتبقى يعني بنسبه 100% امنه على الحوامل وعلى المرضعات ده رقم واحد واللي تستخدمه الحامل بامان هيستخدموا اي حد هيستخدموا الكبير والصغير طالما انا بدي حاجه للجنين بيتكون مش هياثر عليه لا يبقى اي حد ممكن ممكن يستخدمها. احنا اتكلمنا عن تيشوري وخد حقه تمام قوي. الام العظام بقى والسيدات الكبيره اللي بتبقى خلاص معدتها اتهرت من كتر الادويه والست الحامل اللي ما بتقدرش تاخد ادويه كتير برضو خوف على الجنين وحاجات ومرضى الكلى والحقيقه في ناس كتيره قوي بتبقى صعب ان هي تاخد اقراص او تابلت او كده وعندها حاجات بتوجعها ركبه بتوجعها ظهر بيوجعها تعمل ايه وتاخد ايه؟ طبعا شركه لوجوس فارما عملت حاجه اسمها بوليت. كلمه بوليت معناها طلقه صحيح الطلقه معناها بس لو عشان لو حد المشاهدين حب منتجات لو التليفونات تظهر على الشاشه علشان خاطر عشان لو حد حب يتصل ومعانا ومعانا اوفر للسي تي في النهارده ان شاء الله في اخر الحلقه نبقى نقوله باذن الله هنقوله هنقوله في اخر الحلقه خاصري ادينا دي لطلب المنتج اهي ارقام قدام حضراتكم على الشاشه طبعا بوليت ده طبعا معناها طلقه الطلقه دي معناها بتجيب من الاخر زي ما بيقولوا احنا عشان ناخد اسم بوليت ده طبعا الوزاره خدت المنتج بتاعنا وجربته على اكتر من فئه وروني ازاي هو طلق تمام فلما لقى يعني الكفاءه بسرعه كده وجاب النتيجه معانا فخدنا الاسم ده علشان خاطر المنتج اولا هو امن جدا بالنسبه زي ما قلنا للحوامل المرضعات لكبار السن للاطفال لانه بيتكون كلها من حاجات مواد طبيعيه اطفال من سن خلاص بقى طالما للحامل يبقى حامل مش فارقه من سنه بس هو اصل ما فيش طفل صغير هيبقى عظمه يعني تمام مثلا بعد سنتين لا لما بيلعب كوره بوقع اللي هو يقول اتمزق اي كان يعني لما نيجي نبص على بوليت اول حاجه التكوين منه بيتكون من حاجه اسمها زيت النعناع زيت النعناع ده هو المسكن قوي جدا طبعا وملين العضلات وفي نفس الوقت بيشيل التورم والاحمرار من على سطح الجلد وهو اساسي بيدخل في علاج هشاشه العظام تعرف حضرتك هشاشه العظام لما الكالسيوم بيقل في علاج هشاشه العظام يعني مش مجرد مش مسكن طبعا ما هو حضرتك بيبقى مسكن على كل كده هو في الاول مسكن مسكن مع الاستمرار اكتر من شهر بيكون علاجي اكتر من شهر شهر بيكون علاجي تمام فطبعا حضرتك لما بيحصل هشاشه العظام ان الكالسيوم بيقل وبيزيد حاجه اسمه هرمون البي تي اتش اللي هو باراثيرويد هرمون اللي هو الغده الجرد الرقيه وده احيانا بيكون الالم ده فظيع جدا عند الناس امراض الكلى فده طبعا بيدخل في اساس علاج هشاشه العظام في مكون تاني حاجه اسمها المنتول المنتول طبعا زمان حضرتك عارفين ده مركب عضوي بس موجود في بعض الاعشاب الطبيه اللي هي النباتات الطبيه المنتول ده مسكن موضعي لالام العضلات والام المفاصل الام العضلات يعني لو حد جاله شد عضلي شد عضلي بيلعب جيم بيلعب حاجات زي كده طبعا يعمل على استرخاء العضلات بيعمل لانه بيقلل بيعمل على تقليل التشنجات بتاعه العضله نفسها ويخلي العضله فيها مرونه قليله
وهو مضاد قوي ضد الالتهابات المنتول. في حاجه تاني برضو مهمه، حاجه اسمها مستخلص الشير الاخضر. مستخلص الشير الاخضر ده عباره عن بذور طبيعيه متاخده من الشير الاخضر، ده بيكون مسكن قوي في المنطقه اسفل الظهر، لان هو الشاي الاخضر بيحتوي على عوامل عاليه جدا من مضاد الاكسده. يعني الشاي الاخضر بيبقى فعال اكتر في منطقه اسفل الظهر اكتر من كمان من اي مكان تاني. اسفل الظهر تمام، حلو قوي. وفي نفس الوقت حضرتك بيكون في عوامل ماده مؤكسده تمنع الالتهابات للجسم بشكل مباشر. وفي مكون تاني حاجه اسمها زيت الزعتر. زيت الزعتر طبعا بيتكون من عده مكونات نشطه، المكونات النشطه دي تمنع الشعور بالالم لما يكون في الم قوي جدا، لا قدر الله مثلا في امراض الروماتويد او الحمى الروماتيزميه او لا قدر الله الكانسر، فزيت الزعتر ده بيخلي الانسان ما بيحسش بشعور الالم. وفي نفس الوقت هو بيكون مسكن برضو الحالات الروماتويد، الروماتويد الخفي مش الروماتويد العادي. يعني ممكن ممكن حضرتك واحد يكون عنده روماتويد، حلو الكلام تمام عادي، واخد بالك معايا، اي مسكن يمشي معايا، لكن الروماتويد الخفي ده بيكون درجه الالتهاب ودرجه الالم بتكون شديده جدا. فاحنا طبعا زيت الزعتر ده عاملينه بنسب معينه لحالات الروماتويد او الحمى الروماتيزميه. انا شايفه كله زيوت، يعني الزيت الشاي الاخضر يعني مفيش اي حاجه كيميكال داخله فيها دي. لا خالص، لان احنا طبعا بقول لحضرتك احنا بنتعامل مع ام حامل مع حد بيرضع، فما ينفعش، لان احنا برضو مسؤوليتنا مسؤوليه اهو ظاهر قدامنا على الشاشه اسم المنتج والارقام، لان اي صيدله حضرتك او اي دكتور يخاف يكتب اي مسكن عشان خاطر دي مسؤوليه. لان كان اي دكتور مثلا دكتور نساء اي حد تروح له بيكتب لها اي نوع مسكن كده خفيف، لكن احنا بقى فكرنا بقى ان احنا ازاي، يعني الام المصريه طبعا بتتعب وعندها الم فظيع، فلازم نكون نلاقي بديل للحاجات دي. اكيد اكيد. فدلوقتي اي دكتور نساء يعني شاف البولت او جربه لقى كلها حاجات طبيعيه، فمفيش اي تاثير عليها لاي حاجه. في حاجه طبعا زي ما عرفت في زيت القرنفل، هو القرنفل لوحده ده معروف طبعا، معروف طبعا جدا، يعني مسكن حلو جدا، ده مخدر قوي للاعصاب اللي فيها التهابات نفسها. اكيد، لان فيها مركبات الاحماض الفينوليه اللي الاسنان وتعبان الاسنان بيحط حاجه حساسه وتقلم الاسنان، اللي خلاه بيسكن الم الاسنان يسكن اي الم طبعا. اكيد. في زيت الكافور، زيت الكافور ده بقى بيسكن المنطقه اللي ضغط الاعصاب على العمود الفقري. زيت الكافور بالذات، يعني بنجيب زيت الكافور ونسخنه لمده 10 دقائق. زمان كانوا في الافلام القديمه هات لي يا ابني زيت الكافور ودي لي يا بنتي. صح. فاكر زيت الكافور. فطبعا زيت الكافور حضرتك بتجيبه ونسخنه 10 دقائق. تمام، دي لسه الوصفه دي بتعمل لحد دلوقتي حاليا، بتعمل في الصعيد كمان. في الافلام القديمه. ايه دي الحنين؟ ايه الحنين يا بنتي؟ الحنين يا بنتي. فطبعا بيسخنوه 10 دقائق، بيحطوا مره الصبح ومره بالليل. طبعا ده كان زيت الكافور طبعا مسكن قوي جدا. صحيح. وفي حاجه ثانيه اسمها زيت الكانوله. زيت الكانوله طبعا ده حضرتك ده هو زيت اصلا كان للاصل هو المفروض للاطفال، انا بسمع ان هو يعني لبشره الاطفال كمان وحاجات زي كده، ولا ده غير؟ لا ده حاجه ده حاجه تقريبا. تمام. ده زيت اصلا زيت كندي بس مستخلص من بذور اللفت. اللفت بتاعنا، اللفت الخل. اللفت تمام. فده بيكون مضاد قوي ماشي ضد الالتهابات. وطبعا احنا كشركه لوكاس فارما عملنا اسبري وعملنا كريم، عشان في ناس هتقعد تسال طب ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه الفرق؟ ما اكيد احنا لسه هنقول يعني ايه الفرق ليه الاثنين ما دام النتيجه واحده يعني. اولا نفس التركيبات هي ونفس المكونات هي، لكن الفرق بين الكريم والاسبري ان الكريم اي كريم بيتحط على سطح الجلد بياخد وقت عشان يمتص بس بيديني مده فعاليه اكتر من 9 ساعات، يكون مسكن الألم بس مش وقت كتير برضه عشان ما تفتكرش يعني دقايق برضه دقايق يعني. تمام. يعني هو بيسكن الالم 9 ساعات بس بالنتيجه بتظهر بسرعه عشان دقيقتين مثلا يعني. لا تاخد دقايق يعني على ما يبتدي الافكت بتاعه اكتر من الاسبري شويه. الاسبري يمتص بسرعه فمفعوله اسرع. طب وبرضه نتيجه الديوريشن الوقت بتاعه الاسبري يكون اقل شويه. الاسبري يكون اقل بس الاسبري فيه ميزه بقى ان اول ما بتحط على سطح الجلد بيمتص بسرعه، حاجه زي اسمها الكولينج. الكولنج مثلا بتدي اشاره للمخ ان في الم في المنطقه مثلا منطقه الطريقه المعمول بيها او التصنيع، طريقه تصنيع حاجه اسمها بطريقه الكولنج افكت. الكولنج افكت ده انا لما بيبقى عندي الم انا عندي الم في انا عندي الم في منطقه معينه،
المنطقه دي بتدي اشاره للمخ ان هنا في الم، فالمخ يترجمها ويخليني احس بالالم. اللي بيحصل الكولينج افكت ده بيقطع الاشاره اللي واصله من الالم للمخ، فبالتالي ما وصلتش الاشاره، سلك الكهرباء اتقطع، فما اداش الالارم بقى ان هنا في الم، فيسكن الالم على طول. ده عرفتوا تعملوها ازاي دي كبيره. احنا بقول سنتين بندرس في ان احنا نعمل حاجه للام المصريه، لان اكثر حاجه الام المصريه المظلومه طبعا، وعندها الم ده بنت عشان الحامل بتتدلع. لكن احنا طبعا شركه لوجوس كانت مهتمه بموضوع المحامل المرضعات بشكل كبير طبعا. طب خليني اروح لدكتور هاني لو في رسائل سريعه بقى من حضرتك لمشاهدينا اللي بيشوفونا دلوقتي. لو احنا نقول رسائل من شركه لوجوس، شركه لوجوس اول شركه مصريه تهتم بالحوامل والمرضعات. كل منتجاتنا ان شاء الله، احنا لسه في منتجات تانية تحت التصنيع، تاخد بيها ترخيص من وزاره الصحه، يعني ان شاء الله في سيرم للشعر برضو، حاجات طبيعيه مكونات عالميه برضو، حاجه قويه جدا ان شاء الله، يعني خلال شهور برضو ان شاء الله تنزل. في تركيبه للتخسيس، تركيبه برضو دي براند، حاجه اختراع برضو. هو ده اللي احنا عايزينه، ده اللي عايزينه، هي دي المفاجاه المستنيه ان شاء الله. دي برضو ان شاء الله خلال شهور، هي بس يعني خلاص على وشك، احنا تقريبا شبه خدنا موافقه الوزاره، لسه في اختيار الاسم بتاع المنتج، يعني خلال فتره بسيطه هيكون. اكيد ما فيش اثار جانبيه خالص خالص خالص. لا طب عايزين نعرف برضو المفاجاه المفاجاه دكتور هاني طبعا، هو اصحاب المفاجات، هو اللي فاجئنا. بص باذن الله ان شاء الله اللي هيتصل النهارده من خلال قناه سي تي في، اولا هيبقى التوصيل مجانا، الشحن مجانا بس رقم واحد. لا فندم لسه ده ايوه يعني هاخد علبه هنوصلها له مجانا، يعني برغم ان تكلفه الشحن ممكن لو هو في القاهره، لو هو في الاقصر هتوصله مجانا ان شاء الله، مش هيبقى فيها اي. طيب لو خد اربع عبوات من تيشوري هيوصلهم هديه من الشركه، عباره عن جهاز بتاع الاشعارات الدقيقه اللي في الوش دي، هتبقى هديه من الشركه مع تيشوري. او انه يستخدم فيه قلم برضو اللي هو بتاع اللي هو زي شعر اللي هو تحديد مناطق الحواجب والشعر. فهو يختار، اللي هياخد اربعه هيختار، اللي هياخد ثمانيه هياخد الاثنين هديه ان شاء الله على المنتج. شكرا لوجود حضرتك معنا دكتور هاني. كل اسبوع لينا برضو. وبالنسبه للبوليت هنقول بوليت كمان، اللي هياخد اربع عبوات هياخد عبوه هديه، سواء يختارها سواء سبري او كريم. تمام شكرا لحضرتك. النهارده كان ده النهارده السي تي في بس، وفي كل اسبوع هيبقى لنا برضو كل اسبوع يبقى عرض السي تي في بس. العرض ده سير لحد الساعه 12 بالليل عشان ما حدش يكرمنا بكره ولا كان عايز العرض. شكرا ليك دكتور هاني فوزي، استشاري امراض النساء والمستشار الطبي لشركه لوجاس فارما، ودكتور ماهر صدي اخصائي مراقبه جوده وترقيق كبد بشركه لوجاس فارما. شكرا ليك. شكرا ليك يا ميرفت. ميرسي يا مريم، بشكرك دكتور ماهر، بشكرك دكتور هاني، بشكرك يا مريان، بشكركم مشاهدينا على حسن متابعتكم لينا، ونشوفكم في حلقه جديده يوم الخميس من الساعه 6 ل 7 بتوقيت القاهره. ايوه نشوفكم في حلقه جديده وبرنامجكم من يجد. Thank you.